وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عزة إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عزة، ونتابع معك بالتأكيد يعني يوم حافل بالمرافعات التي تقدمت بها عدد من الدول أمام محكمة العدل الدولية. كيف تابعت بداية مواقف دول كبرى كروسيا وفرنسا والولايات المتحدة في مرافعاتها اليوم؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أعتقد أنه اليوم شاهدنا وضوح كبير في الرؤى الدولية بشأن كيفية التعامل مع اختصاص المحكمة، محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص الخروج بفتوى قانونية متكاملة لربما تكون للمرة الأولى عن الأثار القانونية المباشرة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل ما يجري الآن في قطاع غزة. أعتقد أنه مواقف الدول الكبرى سنجد أنه هناك تباين في موقف بين موقف الولايات المتحدة ودول أخرى مثل روسيا وفرنسا. على سبيل المثال سنجد أنه الولايات المتحدة غردت خارج السرب وخرجت عن حالة الإجماع بين 52 دولة التي طلبت الكلمة في الأمم المتحدة في المحكمة بشأن التصرفات والسلوك الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وما يجري الآن. وبالتالي قدمت الولايات المتحدة بعض المبررات التي لا تستقيم مع فكرة الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين. على سبيل المثال هي طالبت المحكمة، هي شجبت ما وصفته بأن هناك دول تطالب المحكمة بإصدار رأي يطالب بانسحاب إسرائيل دون مراعاة احتياجاتها الأمنية. هي وضعت احتياجات الأمنية لإسرائيل في المقدمة قبل الحديث عن الانتهاكات الجارية والمذابح الجارية في الأراضي الفلسطينية. الأمر الثاني أن الولايات المتحدة تقول أنها تفاجأت بمن يشككون في مواقفها بشأن عدم شرعية السيطرة على الأراضي بالقوة، وهذه ليست شكوك ولكنها ممارسة للسلوك السياسي الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية فيما يخص تأييد إسرائيل على طول الخط. هذا أمر واضح لا يحتاج كثيرا إلى تفنيد، وبالتالي لا أرى مسألة أنها الولايات المتحدة تفاجأ بهذا الأمر، هذه مسألة تدعو للسخرية. مسألة ثالثة، أعتقد أنه حديث الممثل الولايات المتحدة عن أنه رفض أي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم للأراضي بالقوة في أي مكان في العالم، وأن هذا هو موقف الولايات المتحدة وهذا على الأرض. السياسة الأمريكية يعني تقول لنا وتنبئنا بخلاف ذلك منذ 7 أكتوبر الماضي، وأيضا أنها لا تقوم بالجهد الكافي للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وما ذكرته اليوم مصر في مرافعتها بشأن يعني تغيير الواقع الديمغرافي والواقع على الأرض وتهجير المستوطنين بأعداد تصل إلى 750 ألف مستوطن إلى الأراضي الفلسطينية لمحاولة الإخلال بالوضع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية لمصلحة إقامة وضع دائم، وهو ما يخالف كل القوانين الدولية. الأمر الآخر أيضا أعتقد أنه مسألة أنه اعتراض الولايات المتحدة على مطالبة المحكمة بالنظر في تبعات الاحتلال بالتركيز على أفعال طرف واحد. يعني عندما تكون هناك قوة احتلال ما هو المطلوب غير أن تطالب المحتل بأن يرحل وأن يتعامل في إطار القانون الدولي طالما أن الاحتلال طال أمده لفترة طويلة. وبالتالي مسألة أنه نظر إلى أفعال الطرف الآخر، من الواضح أنهم كانوا يريدون القول أن المقاومة الفلسطينية يجب إدانتها بالمثل. أعتقد أنه هذا الأمر مسألة أيضا محل جدل، ولم تلقى نفس الموافقة أو الإجماع على خلاف مواقف دول أخرى مثل روسيا وفرنسا اللتين انحازتا لمسألة إدانة ما يجري ومسألة محاولة تغيير الديموغرافيا ومحاولة تغيير الواقع على الأرض. وأعتقد أنه كانت هناك مواقف يعني تتماس مع الموقف المصري
من حيث مسألة أنه التحذير من التبعات القانونية. هل أستاذ عزت رصدت اختلاف في مواقف هذه الدول وبالأخص فرنسا عن ما كان في بداية الحرب على قطاع غزة؟ أعتقد أنه الحديث عن فرنسا البعض اليوم يعني بتأخذ منحة أكثر اعتدالا في مواقفها مما حدث في الفترة الأولى اللي هي الحرب على غزة. فرنسا اليوم تتحدث عن انتهاك حق تقرير المصير، وتتحدث عن عدم شرعية الاصطدام بشكل واضح، وتتحدث عن ضرورة التحرر لحل الدولتين. هذه كلها أعتقد أنها مواقف جيدة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الإجماع الأوروبي على سبيل المثال، وإن لم يكن الدافع أكثر في مجلس الأمن لدفع الولايات المتحدة إلى تبني مواقف أكثر اعتدالا في إطار مجموعة الدول الغربية. بالتأكيد أنه إدانة روسيا اليوم للاحتلال وطلبها اتخاذ يعني قيام إسرائيل بإنهاء الاحتلال بشكل فوري وغيرها من الدعوات التي طلقت اليوم، أعتقد أنها مسألة هامة وستساعد في ما ذكرته في البداية من بناء حالة وجود فتوى قانونية متكاملة يتم رفعها للجمعية العامة تمهيدا بمزيدا من الإجراءات من جانب المؤسسة الدولية، وهذا هو دور المجتمع الدولي في مرحلة تالية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.